السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في قناة أفعال، اللي كتبت لكم عروض عقلية مختلفة وكتعطيكم فكرة على كل ما هو جديد في مجال العقار، من ناحية الديكور، من ناحية لافينيسيون، ومن ناحية الفصالات، وكذلك كتقربكم باش تعرفوا السوق وشنو فيها من أثمنة، من المواقع ومن المساحات. معكم طارق، كنقوم بالوصف ديال هاد العقارات. كنتمنى نكونوا عند الحسن ديال الظن ديالكم بينا. اذا كجزاء لهذه القناه هذه ما تنساوناش بالضغط على الزر ديال الاعجاب، حاجه اللي كتحفزنا باش انني نجيب لكم كل نهار عقار ممتاز ومتميز، وكذلك بالضغط على الزر ديال الاشتراك كتكبر هذه القناه وحتى العروض كيختلفوا وكيكثروا. على بركه الله، العرض اللي عندنا اليوم هو عباره عن شقه من فئه ديال السكن المتوسط، الا ما نقدرش نقول عليه حتى السكن الفاخر لانه تستاهل. اول ميزه عند هذه الشقه هي الموقع ديالها. الموقع كتواجد في وسط المدينه وفي القلب النابض ديال مدينه مكناس، اي حمريه. فاش كنهضروا على القلب النابض ديال المدينه، اذا اي حاجه كتخص الحياه ديالنا العامه كنلقاوها، ولا الحياه اليوميه، مثلا من مدارس، مثلا من مساجد، من ابناك، من مواصلات، من كل حاجه اللي هي مهمه، وكذلك حتى العمل كتكون قريبه الناس اللي كيخدموا في الوسط ديال المدينه، لان كنعرفوا القلب النابض هو فين كيتواجدوا جميع المصالح، حتى من العمل كتكون قريبه. هذه الميزه رقم واحد. بالنسبه للثانيه والمعلومه رقم جوج هو الثمن. الثمن اللي هو منافس 540 الف درهم، اي 54 مليون. وهذا الثمن ممكن يكون فيه واحد شويه ديال النقاش. علاش كنعتبرها ميزه؟ لان قليل في وسط المدينه ولا في حمريه فاش كنلقاو شقق اللي كتكون جديده وبهذا الثمن هذا، غالبا ما كنلقاوها فايته هذه الاثمنه هذو. بالنسبه للمساحه، المساحه ديال هذا العرض هذا مساحه مجموعه بالملكيه المشتركه بالحيوط والسواري ما الى ذلك، هي تقريبا 100 متر مربع. وبالنسبه للمساحه اللي فارغه، التتر ديالها فيه تقريبا 90 او 89 متر مربع. كيتواجد هذا العقار في عماره اللي كتوفر على مرآب، يعني كتشري الشقه وكتشري معها مرآب بلاصه ديالك في الباركينغ، كيكون هذاك مشترك، ملك مشترك ما بينكم ما بين الناس العماره كيفاش كيسيروه. كذلك كيكون عندك الحق في الاستغلال ديال السطح، الدخله ديال العماره ما الى ذلك، هادو ملكيات مشتركه اللي كياخذهم الانسان والشقه ديالو. بالنسبه للطبق فين كيتواجد هذا العقار، كيتواجد بالطبق الارضي هو لو ريتشوسي، والعماره فيها 6 ديال الطوابق او 7 ديال الطوابق اللي كاينين في هذه العماره هذه. بالنسبه للتكوين ديال هذه الشقه هذه، تتكون من صالون سيجو، جوج ديال الغرف، غرفه بالحمام وغرفه فارغه، ومطبخ اللي هو جاهز ومنظم. المطبخ اللي غادي نشوفه دابا شويه هو مطبخ اللي عاودوه مالين هاد الشقه هذه، كان بالعود حفظتلو انهم يديروه بالام دي اف، اذا خسروا على هاد الشقه هذه اكثر واكثر باش عطاتهم المطبخ والذوق وكيتماشاو الذوق ديالهم. بالنسبه لينا حنا افعال، معليش الا قمت بالتوضيح، نحن وكاله عقاريه اي وسط عقاري، كنقوموا بالوساطه ما بين الناس اللي كتبيع العقار ديالهم والناس اللي باغا تشري. كنحاولوا ما امكن نوريكم العقار، كتصلوا بينا في الارقام اللي كتبان اسفل الفيديو، كنوريكم العقار، كندفع الثمن، كنحاولوا ما امكن باش يكون الثمن اللي هو مناسب والطلب ديالكم، وكنقوموا بالعمليه ديال المسايره حتى كتسلموا المفاتيح ديالكم. كناخذوا اتعاب اللي هي اتعاب اللي نقدر نقول عليها منافسه جدا في السوق، واتعاب اللي هي بسيطه ومقبوله. وبالنسبه للوكاله ديالنا افير راه كتواجد بحي ديال رياض الزيتون بمدينه مكناس، كذلك
اللي نبغي نشير ليه، الا كان عندكم شي عقار وبغيتو تحطوه راه في البيع عبر الوكالة ديالنا ولا عبر القناة ديالنا اللي سميتها افائل، سنكون سعداء بالخدمة ديالكم والعمل معكم على البيع ديال العقار ديالكم. إذن بالنسبة لافينيسيون هانتوما كتشوفوها، لافينيسيون كل الصباغة اللي تصبغات بها الدار هادي تصبغات بصباغة ديال البلاتينيا، السقف كله في فو بلافون بالقبس، فيها راه فيها جوج ديال الحمامات، فيها حمام اكسترن برا وحمام اللي كاين في وسط، ولا حمام دو ريسبسيون و تواليت و فاسك في وسط الغرفة ديال النوم. بالنسبة لافينيسيون راكم كل شيء راه واضح وباين في الفيديو. نتمنى اعزائي المشاهدين كنا عطيتكم المعلومات الكافيه على هذا العقار هذا. اي واحد بغى زياره في حين المكان ديال هذا العقار ما عليه الا الاتصال بنا او التواصل معنا عبر الارقام اللي اسفل الفيديو. كنقول لكم شكرا شكرا جزيلا على المشاهده وعلى المتابعه للقناه ديال افائل، والى اللقاء في عرض مقبل ان شاء الله.